استجدابة مديرية بلدية الموصل منذ عام 2017 لحد الآن بإنشاء العديد من المشاريع. هذا المشروع هو الشارع الممتد من تقاطع باب الشمس باتجاه تقاطع عدن. هذا المشروع هو شارع حيوي يربط المقاطع الثلاثة الأخرى التي قامت بلدية الموصل بإنشائها، وبالتالي مؤدي إلى سيطرة أربيل. نسبة الإنجاز حاليا قد فاقت نسبة الإنجاز المخطط، والمشروع إن شاء الله في المراحل الأخيرة، وسيتم تسليمه في الشهر القادم أو الذي يليه.